للسودان ما يشغله مجالس حكم وأزمات اقتصادية آخذة في الاتساع وتسويات دولية. مخاض عسير مر به مجلس شركاء الحكم صعب بالضرورة تأسيس المجلس التشريعي. الاختلاف صحي، ولكن في الخلاف أزمة تجر أزمة داخل بلد اقتصاده مرهون بسياساته. أهلا بكم إلى الرابط. بعد تشكيل مجلس شركاء الحكم في السودان ومع تواصل الاجتماعات المكثفة لتسمية أعضاء البرلمان، نتساءل هل ينجح المجلس التشريعي السوداني الجديد في رأب صدع الخلافات السياسية في البلاد، وأي دور مأمول منه في حلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم وفق آفاق جديدة؟ خلافات مكونات الحكم في السودان تتفاقم وتطال آلية تشكيل مجلس شركاء الحكم في البلاد. أما انعكاسات هذا الخلاف فهي اقتصادية في المقام الأول، والخاسر الأكبر هم السودانيون. نتابع. في السودان هناك أزمة كل شيء يشير إليها، تنكرها أطراف الحكم ويعيها السودانيون. أزمة اقتصادية الملامح، سياسية الجذور، وأطرافها مكونات مدنية وعسكرية تفادت الخوض فيها علناً، لكنها اتسعت لتتعدى مجاملات التلاقي. في البلاد رئيس حكومة يواجه انتقادات من المكون العسكري الذي يلمح إلى عجز الحكومة عن التعاطي مع أزمات اقتصادية تتراكم. لكن للحمدوك رأي آخر، فهو تسلم حكومة لا تتحكم إلا ب18% فقط من مؤسسات البلاد كما يقول، فأين ذهب الباقي؟ بين الطرفين خلافات حول مؤسسات الدولة الاقتصادية، من يتحكم بها ويتصرف بمنتجاتها. لكن الخلافات تتسع أكثر لتطال مجلس شركاء الحكم في البلاد الذي أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيله لإدارة المرحلة الانتقالية بعد توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة. الحمدوك متحفظ على تكوين المجلس، يريد له دورا تشاوريا لا أكثر، ويرفض حتى مجرد تدخله في عمل الحكومة أو المجلس التشريعي، فإما ذلك وإلا فهو غير معني به كما تقول الأنباء. وبالحديث عن المجلس التشريعي، تحضر هنا تصريحات من قوى الحرية والتغيير في البلاد لتتحدث عن صعوبة تشكيله هو الآخر. الأطراف لم تتفق بعد على إدارة التنوع فيه، ما يعني أن توزيع مقاعده ما زال أمراً صعباً حتى الآن، وما يعني أيضاً مراوحة الأزمة الاقتصادية في مكانها على اعتبار أن المؤسسة المعنية بأخذ قرارات لحلها ما زالت رهن الخلاف. الثابت في كل هذا أن في السودان أزمة اقتصادية على شكل تضخم تجاوز 150%، بطالة تتفاقم وعملة تنهار، والملايين التي حصل عليها السودان من مجموعة النقد الدولي لدعم إصلاحاته الاقتصادية لن تظهر نتائجها إلا على المدى المتوسط والطويل كما تقول وزارة المالية فيه. الظاهر للمراقب الآن فقط أزمة خبز تتفاقم ومثلها للمحروقات، وخلافات أطراف تحكم، ومدنيون يعانون. قبل البدء بتفاصيل حلقة هذه الليلة من الرابط، نلقي الضوء على الخبر الوارد من الكويت، حيث أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في كلمة متلفزة أكد إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية. متابع. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت، وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول
إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم. وفي هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جارد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد. من جهته رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف ببيان وزير الخارجية الكويتي. الحجرف قال إن البيان يعكس قدرة المجلس على تجاوز المعوقات وأيضا يعزز التضامن والاستقرار الخليجي والعربية، مضيفا أن المجلس يتطلع إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من أمال وطموحات. بدوره قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود الكويت تقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، كما أيضا شكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، مضيفا أن المملكة تتطلع أيضا لأن تتكلل الجهود لما فيه مصلحة وأيضا خير هذه المنطقة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت عبر الهاتف معالي نائب وزير الخارجية الكويتي السيد خالد الجرالة. مساء الخير معاليك. بداية أسألك، حدثنا عن تفاصيل هذه الجهود الكويتية والتي اعتبرت جهود مثمرة، وهل هو اقتراب من الإعلان عن تفاهم ربما أولي لانتهاء الأزمة الخليجية والمستمرة منذ أكثر من 3 سنوات؟ أولا شكرا على الاستضافة، وبسم الله الرحمن الرحيم. لا أملك في بداية هذه المداخلة إلا أن أتوجه بالتهنئة لأصحاب الجلالة والسمو قادة الدول مجلس التعاون على الإنجاز التاريخي الكبير الذي تحقق لنا اليوم من خلال التوصل إلى اتفاق نهائي لطي صفحة الخلاف الخليجي. ولا شك بأن هذا الاتفاق الذي أعلن عنه معالي الدكتور الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح وزير الخارجية ووزير الإعلام يؤكد بأن دول المجلس التعاون لا زالت تتمتع بحيوية وديناميكية، ولا زالت تعيش حرص كبير جدا على مستقبل مجلس التعاون وعلى تحقيق المكاسب والحفاظ على هذه المكاسب لمجلس التعاون. نحن منذ ما يقارب أكثر من 3 سنوات ونحن نعيش حقيقة معاناة كبيرة نتيجة هذا الخلاف الخليجي، عطل العديد من الأمور وعطل الكثير من الإنجازات على مسيرة مجلس التعاون، وأخل بالكثير من الثوابت التي كنا نعيشها في مجلس التعاون، وكنا نحتفل في كل مناسبة وفي كل قمة خليجية بمزيد ومزيد من الإنجازات. بكل أسف انعكس هذا الخلاف. معاليك اسمح لي أقاطعك، من خلال هذه التهنئة التي توجهت بها على شاشتنا، هل هذا إعلان للوصول إلى اتفاق؟ يعني لم يكن هذا الإعلان واضح في كلام وزير الخارجية الكويتي، هل هذا إعلان واضح وصريح إلى التوصل إلى تفاهم؟ هو إعلان معالي الوزير واضح عندما قال بأن التوصل إلى اتفاق نهائي، اتفاق نهائي بين الدول الأطراف في هذا الخلاف. وبالتالي الخطوة، يعني هل حضرتك تعلن انتهاء الأزمة الخليجية الآن والتوصل لاتفاق بين الأطراف؟ أنا في تقديري أن الأزمة الخليجية طويت وتم الاتفاق النهائي، توصل إلى اتفاق النهائي، وما سيترتب بعد هذا الاتفاق النهائي الدخول في التفاصيل المتعلقة بهذا الاتفاق، ولذلك نحن متفائلين. طب متى سيتم الإعلان بشكل واضح وصريح معاليك؟ الإعلان عن الاتفاق تم، أما الخطوات التي ستأتي بعد هذا الإعلان أعتقد أنها يعني خطوات ستكون محسوبة وسيتم الإعلان عنها في حينها بلا شك. طيب ما هي رؤية حضرتك لملامح هذا التفاهم بين الدوحة والدول الأربعة والتي كانت قد أعلنت قطع العلاقات مع قطر بيونيو 2017؟ لا أملك الحقيقة ملامح هذا التفاهم أو ملامح هذا الاتفاق، ولكني على يقين بأن هذا الاتفاق وملامح هذا الاتفاق وتفاصيل هذا الاتفاق ستكون كفيلة بأن نطوي صفحة هذا الخلاف
وأن ننطلق إلى المستقبل بإشراقة وبتفاؤل وبأمل إن شاء الله. طيب أسأل حضرتك أيضا عن جهود الوساطة من الإدارة الأمريكية من قبل جارد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي زار قطر والسعودية خلال الأيام الماضية. حدثنا عن هذه الجهود الأمريكية، ما هي التفاصيل؟ كيف تم التوصل إلى هذا التفاهم الآن أو هذه الصفقة لحل هذا النزاع أو هذه الأزمة الخليجية؟ عندما نتحدث عن جهود الوساطة الحقيقة لابد لنا أن نشير بالتقدير لجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. كانت جهود مضنية ومتواصلة لاحتواء الخلاف منذ نشوب الخلاف، منذ اليوم الأول لنشوب الخلاف، كما أيضا جهود سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رضاه الله ورعاه المتواصلة للدفع ولبلورة هذا الاتفاق. هذه الحقيقة جهود لابد من الإشارة لها، ولابد أيضا من الإشارة إلى جهود فخامة الرئيس دونالد ترامب. منذ البداية كانت جهوده واضحة ودعمه واضح لهذا الاتفاق، ويمكن الأيام الأخيرة أو الأيام اللي سبقت الإعلان عن هذا الاتفاق تمثلت في جهود السيد جارد كوشنر. كوشنر كان في المنطقة وكان هناك زيارات للمملكة وزيارات للدوحة واتصالات مع الكويت، وبالتالي هذه الجهود الحقيقة أسهمت في بلورة هذا الاتفاق بالتنسيق والدعم والمباركة والتأييد من قبل أشقائنا في دول مجلس التعاون. ولذلك الجهود كبيرة ومتواصلة من كل الأطراف. طب معاليك اسمح لي أسألك، لماذا حرص الجانب الأمريكي على إتمام هذه الخطوة الآن، أم أنه هو حرص أمريكي خليجي مشترك؟ هو حرص أمريكي خليجي مشترك منذ البداية. الكل يدرك والكل مطلع والكل يعرف الحقيقة جهود الولايات المتحدة التي لم تنقطع في التواصل مع دول مجلس التعاون، وتحديدا في التواصل مع الكويت لطي صفحة هذا الخلاف. ولذلك عندما نتحدث عن الجهود لابد أن نشير إلى جهود الولايات المتحدة منذ البداية. طيب سؤال لحضرتك أخير ربما معاليك، هل من خطوات لبناء الثقة بين الأطراف ضمن ربما تكون هناك خطة مفصلة لاستعادة العلاقات تدريجيا؟ بدون شك انه بعد الاعلان للتوصل لهذا الاتفاق النهائي سيتلو هذا الشيء، هذا الاعلان او هذا الاتفاق، خطوات عمليه لاعاده بناء الثقه ولاعاده بناء اللحمه ولاعاده بناء البيت الخليجي ولاعاده بناء الكيان الخليجي الذي اصابه ما اصابه جراء هذا الخلاف الذي استمر لمدى أكثر من 3 سنوات. أشكرك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات معالي نائب وزير الخارجية الكويتي السيد خالد الجار الله، كنت معي من الكويت، وأشكرك على وجودك معنا في هذه الحلقة من الرابط. شكرا. إذن وفي ردود الفعل وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان قال إن المملكة تنظر إذن ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، وشكر بن فرحان المساعي الأمريكية باتجاه حل الأزمة، مضيفا أن السعودية تتطلع إلى تكلل هذه الجهود بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة على حد تعبيره. إذن قبل بدء نقاش الليلة أذكركم الآن بسؤالي الرابط، هل ينجح المجلس التشريعي السوداني الجديد في رأب صدع الخلافات السياسية في البلاد؟ وأي دور مأمول منه في حلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم وفتح آفاق جديدة؟ إذن أبدأ هذا النقاش وأرحب بداية بضيوفي في الرابط لهذه الحلقة من الخرطوم عبر الأقمار الصناعية. ينضم إلي الدكتور محمد الناير الأكاديمي والخبير الاقتصادي والأستاذ المشارك في جامعة الخرطوم، مساء الخير. وأيضا من الخرطوم
وصلتم عبر الأقمار الصناعية. السيد جعفر حسن عثمان، عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد جعفر، أتحدث عن سؤال الحلقة الرئيسي وهو ما سأسألك عنه، هل سينجح المجلس التشريعي الجديد في السودان برأب الصدع في الخلافات السياسية الحالية؟ طيب، التحية لك والتحية للمشاهدين على عبر قناتكم. نحن نرى أن السودان بعد الثورة أجازت الوثيقة الدستورية عدد من المؤسسات كما يعلم الجميع، هي مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي كأول سابقة في تاريخ الثورات السودانية الثلاث أنه يكون هنالك مجلس تشريعي. والغرض من هذا المجلس التشريعي هو إشراك أكبر عدد من السودانيين في إدارة شأن البلاد، وهذا لم يحدث في الثورات السابقة، لم يحدث في أبريل ولم يحدث في أكتوبر. ولكن هذا المجلس تعطل لأسباب مختلفة، منها السلام، منها الاتفاق على كيفية تشكيله، منها تعقيدات نفسها على كيفية الاختيار وكيفية التشكيل في الهيكل العام. لكننا نحن نتطلع إلى أن هذا المجلس سيكون رقيبا على السلطة التشريعية ويقوم بدور كبير في إعادة الثورة السودانية والانطلاق بها مسرعة. الآن العمل يتباطأ نتيجة لأسباب مختلفة. هذا المجلس نأمل أن يعيد هذا القطار بشكل أسرع لكي ننجز ما اتفقنا عليه في هذه الثورة المباركة العظيمة. لذلك نحن ننظر له دي هذه من ناحية. من ناحية أخرى، لابد من استكمال مهام الوثيقة التي تحكم البلاد الآن وفيها ركن أساسي وهو هذا المجلس. نحن الآن قطعنا شوط معقول في هذا الجانب، سنتناقش فيه ونعرف الشعب السوداني إلى أين وصلنا في هذا الاتجاه، لكنه قطعا سيجمع كل السياسيين الثوار الحقيقيين الذين قاموا بهذه الثورة في مكان واحد للنقاش حول قضايا البلد وللتوصل للحلول وللرقابة على أداء السلطة التنفيذية في البلد. دكتور محمد، إذن المجلس التشريعي دوره استشاري رقابي بالدرجة الأولى بحسب ضيفنا من الخرطوم أيضا سيد جعفر، ولكن أسأل حضرتك إلى أي مدى ربما محاولة ترتيب البيت الداخلي إن كان لجهة هذا المجلس التشريعي أو تأسيس مجلس شركاء الفترة الانتقالية ربما يساعد السودان في البدء ببرنامج إصلاح الاقتصاد؟ دكتور محمد، دكتور محمد الناير، هل تسمعني؟ طب يبدو بأنه ضيفي ما عم يسمعني، سنحاول أن نعود له بعد قليل ربما مع محاولة حل هذه المشكلة. أبقى معك سيد جعفر، اقتصاديا كيف سيستفيد السودان من كل هذه المساعي الداخلية لترتيب البيت الداخلي كما سألت ضيفنا منذ لحظات، إن كنا تحدثنا عن المجلس التشريعي أو تأسيس مجلس شركاء الفترة الانتقالية وهما سنلقي الضوء عليه بعد قليل في هذه الحلقة. هذه كما قلت لك تجربة حديثة في السودان، قيام مجلس تشريعي أو برلمان للثورة، ولا بد أن يشارك فيه الثوار بكثافة. هذا الغرض منه الأساسي كما ذكرت، ولكن له أدوار أيضا استقرار السلطة في السودان مهم جدا. واحدة من دواعي الانتعاش الاقتصادي هو الاستقرار السياسي، ولعلنا لحد الآن نحن لم يحدث لنا الاستقرار السياسي الكامل، لا زالت هنالك احتجاجات من زمن إلى آخر، لا زال هنالك لأنه لم يكن هنالك المكان الذي يعبر عنه هؤلاء الثوار برأيهم بوضوح. لذلك الاستقرار مهم، حتى الاستثمارات الخارجية حتى غيره مرتبطة بالاستقرار. فاستقرار السودان استقرار يعني استقرار الطاقة، يعني استقرار البنية التحتية في البلد، وهذا يؤسس لوجود الانفتاح الحقيقي الذي نحلم به تجاه العالم الآخر. ولعل السودان قد قطع شوطا كبيرا كما يعلم الجميع في مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وغيره من العقوبات التي طالتنا نتيجة لتواجدنا في زمن النظام السابق، ولكن هذا البرلمان قطعا سيؤدي هذا الدور. أيضا للبرلمان أدوار سياسية مهمة جدا تؤثر في الجانب الاقتصادي، فيعرف العالم يتعرف العالم على الشعب السوداني عبر هذا البرلمان الذي ستدار فيه العملية الديمقراطية بشكل جيد ليؤسس إلى نظام ديمقراطي انتقالي حتى يطمئن العالم
إلى أن السودان يسير في المسار الصحيح في عملية الانتقال الديمقراطي. هذا البرلمان عليه أعباء كبيرة جدا تنتظره. طيب نستكمل هذا النقاش، ولكن بعد ما نلقي الضوء على هذا الإعلان إذن عن تشكيل مجلس شركاء الحكم في السودان، حيث نقل صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر حكومي بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبدأ تحفظا على تكوين هذا المجلس، ملوحا بمقاطعته إذا لم تجرى عليه تعديلات جوهرية، من بينها أن يكون دور هذا المجلس الانتقالي تنسيقي وتشاوري وألا يتدخل في عمل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والسيادية. أتابع إذن هذا النقاش مع ضيوفي الكرام، وأعود لك ضيفي إذن السيد جعفر. اعتراض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأيضا قوى الحرية والتغيير، وهو ما عرضناه في هذا الخبر منذ قليل، وأسأل حضرتك لأنك حضرتك أيضا عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كل هذا الاعتراض على تكوين المجلس وعلى هذه الصلاحيات، على ماذا مبني هذا الاعتراض وكيف سيتم التعامل معه؟ يعني ألا يعرقل هذا الاعتراض المسعى السوداني من الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية؟ دعينا أولا، لعل الخبر فيه شيء من غير الدقة، الخبر المنقول. يعني أولا، قوى الحرية والتغيير دخلت مباشرة بعد اتفاق السلام الذي وقع في جوبا والذي أقر وجود هذا المجلس. دعينا نذكر فلسفة مهمة جدا لوجود هذا المجلس. أولا، نتيجة لتجربة عام ونيف من الثورة، اكتشفنا أن مجلس السيادة ومجلس الوزراء أحيانا يعملان كجزر معزولة، ودونك عدد من القضايا يمكن أن نذكرها في هذا الجانب. فكان لابد من وجود جسم ينسق بين هذين الجسمين، ومعهم المجلس التشريعي كمان. هذا الجسم لازم أن يضم من يضم شركاء الفترة الانتقالية، وسماهم بالاسم قوى الحرية والتغيير وشركاء السلام والمكون العسكري في مجلس السيادة، حتى يقوم هذا المجلس بعملية رأب الصدع والاستشارة، وهذه مهامه بالتحديد. وأقولها لك بصراحة، ما يذكر خارجيا عن هذا المجلس غير صحيح. هذا المجلس تكون من 13 شخص من الحرية والتغيير، زائد رئيس الوزراء يصبح 14 شخص، معهم 6 من العسكريين ومعهم 7 من الجبهة الثورية، ثم ترك مقعدان للشرق حتى بعد مؤتمر الشرق يتم إضافتهم ليكون العدد 29. هؤلاء الناس ليس لهم سلطات أساسية وليس لهم سلطات محددة ولا يتدخلوا في عمل المجلس التشريعي ولا في قوى الحرية والتغيير لا تتحفظ على هذا التشكيل وعلى هذا المجلس، وأنه ليس لديها مشكلة في مكوناته إلى الآن؟ قوى الحرية والتغيير يا سيدتي كانت هي جزء من اللجنة التي كونت هذا المجلس، وأنا كنت أحد أعضائها. كان مسألة الحرية والتغيير بخمسة أعضاء في مفاوضات بناء هذا المجلس، وقد اتفقنا على هذا التشكيل وتم تشكيله وتم إعلانه. إذن الحرية والتغيير زائد السيد حمدوك. صلح لي إذا أنا كنت مخطئة. بالأخبار الواردة تتحدث على أن رئيس الوزراء هدد بالانسحاب من المجلس وعدم الاعتراف به اعتبارا على ما تم اعتباره إعادة عسكرة الدولة مجددا. هل هذه الأخبار وهذه المعلومات دقيقة، كون حضرتك جزء من هذا المجلس وتكوينه؟ هذا الكلام ليس دقيقا بل منتشرا بشكل كبير جدا، لكن الكلام الحقيقي، قوى الحرية والتغيير كانت يوم أول الأمس مجتمعة مع السيد رئيس الوزراء وشرحت له ما توصلنا له بالضبط، وفي رأيه أبدأ مخاوف في بعض الجمل الفضفاضة وتم ضبطه. يعني الآن هو الكلام، أين الكلام؟ ما هو الدور الأساسي الذي يقوم به هذا المجلس؟ هذا المجلس دوره لينسق وليزيل بعض الخلافات التي تحدث بمكونات السلطة في السودان. والدكتور عبد الله حمدوك حضر أول اجتماع الذي ضم المجلس المكون العسكري وضم قوى الحرية والتغيير وضم الجبهة الثورية، واتفقنا على تشكيل هذا المجلس. إذن هذا الكلام في غالبه أنا أعتقد أنه فيه تضخيم أكثر من اللازم، ولكن هنالك تحفظات مشروع محمد للكل. الناير. نعم دكتور محمد، هل تسمعني الآن؟ هل استمعت لنقاشنا؟ أسمعك الآن.
تمام دكتور، في ظل الحديث عن هذه المخاوف والتي ربما ضيفنا سيد جعفر من الخرطوم أيضا تحفظ على فكرة أنه رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير اعترضت وتحفظت على المجلس وعلى صلاحياته، ولكن في نهاية المطاف كل هذه المخاوف إن كانت مخاوف حقيقية أو مخاوف ربما تهويل للموقف في السودان، كيف ينعكس على المسعى الاقتصادي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة في السودان تنتظر حلحلة سياسية لكي ربما تشرق من جديد شمس الاقتصاد على السودان؟ أولا تحية الأخ جعفر، ونحن نقول أن يعني المجلس الشركاء الفترة الانتقالية الذي تم تكوينه حديثا يعني هو نعتبره بديل يعني الحاضنة السياسية التي كانت موجودة في قوى الحرية والتغيير، أو توسيع لقاعدة القاعدة السياسية بعد أن وصل شركاء جدد اللي هم الحركات المشاركة في عملية السلام ودخول المكون العسكري. أنا أعتقد أنه هذا المجلس لن يكون لديه سلطات تنفيذية أو سلطات تشريعية بقدر ما يكون هو جسم سياسي يمكن أن يساعد في المرحلة القادمة، وقد يلزم الحكومة بتنفيذ سياسات اقتصادية محددة عكس قوى الحرية والتغيير في السابق لم تستطيع أن تلزم الحكومة ببرنامجها وبسياساتها الاقتصادية، وكان هناك تعارض حتى قيام المؤتمر الاقتصادي، كان هناك اختلاف في وجهة النظر والسياسات الاقتصادية بين قوى الحرية والتغيير والحكومة أو الجهاز التنفيذي. ربما مجلس الشركاء الفترة الانتقالية يستطيع أن يلزم الجهاز التنفيذي بحكم وجود الجهاز التنفيذي نفسه ضمن هذه المكونات، ولكن هذا لا يغني عن إنشاء المجلس التشريعي بأسرع وقت ممكن، باعتبار المجلس التشريعي له دور كبير جدا في الرقابة ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي والمساءلة. الآن الأداء الاقتصادي يتراجع بصورة كبيرة جدا، وارتفاع معدل التضخم وانهيار لقيمة العملة الوطنية والسياسات الخاصة برفع الدعم وتحرير المحروقات لم تجدي شيئا في الاقتصاد، ولم تعالج قضية الأزمة وقضية الأزمة الصحية والدواء ونص الدواء وغيرها من الأشياء. كل هذه الأشياء في ظل غياب سلطة تشريعية وغياب مجلس رقابي له مجلس تشريعي يصبح الأمر الاقتصادي معقد بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن نأمل أن لا يكون إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية أن يكون هذه خطوة لتعطيل إنشاء المجلس التشريعي. أنا برأي أن المجلس التشريعي يشكل أهمية كبيرة جدا كسلطة رقابية تشريعية في البلاد. نذهب مباشرة إذن إلى هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي في الرياض على ما أعتقد إلى هناك. إضافة إلى الأثر المحلي تأثرنا ضمن الأسرة الدولية وكنا نتولى رئاسة المجموعة 20، وهذا يعني أن كان لدينا مسؤولية تجاه الأسرة الدولية خاصة اقتصاديا، وكان واجبنا أن نتعامل مع تداعيات كوفيد-19 أي تعامل مع الآثار الصحية، وأن نتأكد من التعامل مع أي ثغرات في الاستجابة إلى الجائحة، وهذا ما فعلناه في قمة 20 حيث اجتمع القادة والتزم ب 11 مليار دولار مع الشركاء لتغطية هذه الثغرات، أيضا في تطوير اللقاحات وتوزيعها ولكي نتأكد من توزيع اللقاحات بسعر مناسب للجميع، وعملنا مع شركائنا أيضا للتأكد من أن الاقتصاد العالمي يستخدم مجمل التحفيزات بقيمة 11 تريليون، وقدمنا مساعدات في تخفيف عبء الدين للدول الأقل نمواً، وكل هذه مساعدات قدمناها سريعاً، وعدنا لجدول أعمالنا الأساسي في مجموعة 20، وأعتقد أننا تمكنا من خلال رئاستنا للمجموعة أن نعمل مع بعضنا البعض، والدرس الأهم الذي استعلمناه من هذه الجائحة هو أن هنا أسرة دولية ويجب أن نعمل مع بعضنا البعض، ومن دون تعاون عابر للحدود وللقارات لا يمكننا أن نواجه مثل هذه التحديات، وأعتقد أن هذا هو الدرس الأكبر الذي تعلمناه من هذه الجائحة. يجب أن نتذكر ذلك، والآن قد اقتربنا من نهاية الأزمة مع بداية توزيع اللقاح. يجب أن نتذكر أننا يجب أن نكون مستعدين لأي تحديات مستقبلية،
ولا يمكن تأكد من الازدهار للجميع إلا من خلال التعاون مع بعضنا البعض. شكرا معاليك. ويليام باكسلر، تفضل. شكرا جزيلا، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتحدث معكم. كان هناك تقارير. إذا استمعنا إلى جانب من هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي، تحدث فيه عن عدد من النقاط المهمة. أهم هذه النقاط التي تحدث عنها، تحدث عن قمة العشرين والتي استضافتها مؤخرا الرياض، وعن نجاح هذه القمة، وعن دور المملكة العربية السعودية في تقديم الكثير من المساعدات للدول التي تحتاجها. ركز وزير الخارجية السعودي بشكل مباشر على فيروس كورونا، وتحدث على أنه في نهاية هذا العام قد وصلنا ربما لنهاية هذه الجائحة، ولكن على العالم أن يكون مستعد ربما في الأيام المقبلة والسنوات المقبلة لأي تحديات مستقبلية. تحدث إذن عن رئاسة مجموعة العشرين، تحدث عن فيروس كورونا، تحدث عن التحضير والتنسيق مع الدول الأخرى والجهود السعودية من أجل توزيع هذه اللقاحات لكوفيد 19 عندما تكون جاهزة. إذن كان هذا أبرز ما تحدث عنه وزير الخارجية السعودي فيما استمعنا إليه بهذا المؤتمر الصحفي. إذن فاصل قصير، نعود من بعده لمتابعة ما تبقى في حلقة هذه الليلة من الرابط. ابقوا معنا. تشاهدون بعد قليل جلسة المساء مع زينة صوفان على الشرق. وزيرة المالية في الحكومة السودانية هبة محمد علي أكدت إذن في مؤتمر صحفي وجود تنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمانحين لمواجهة هذه الموجة الثانية من كورونا بتوفير 40 مليون دولار، مشيرة إلى أن بنك السودان أصدر خطاب ضمان استثنائي لمحفظة السلع الاستراتيجية بتوفير 60 مليون دولار لاسترداد الأدوية. إذن نعود مرة أخرى الآن، ننتقل من جديد إلى هذا المؤتمر الصحفي والذي يتحدث فيه إذن وزير الخارجية السعودي إلى هناك. تطبق أجندتها السياسية بما في ذلك التهجم على البعثات الدبلوماسية الأجنبية، ونرى أيضا أن إيران كان لديها مخططات إرهابية في أماكن مختلفة في أوروبا، وبالتالي لا نرى أن هذا الحدث الأخير يزعزع المنطقة أكثر، لأن أساسا المنطقة تعاني عدم استقرار بسبب تصرفات إيران وإصرارها على استخدام العنف. سؤال ثاني، هل تعتقد أن الرئيس المنتخب جو بايدن وإدارته الجديدة سوف يتمكن من البدء في علاقة مع إيران على أرضية جديدة؟ نحن نرحب بالحوار مع إيران كما نرحب بالحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وحسب فهم إدارة ترامب أيضا كانت منفتحة على فكرة الحوار مع إيران، ولكن إيران هي التي أغلقت الباب أمام هذا الحوار، ونأمل أن يكونوا منفتحين على حوار حقيقي في المستقبل يعالج قضايا مقلقة أساسية، ليس فقط انتشار الأسلحة وهي أمور هامة طبيعة الحال، ولكن أيضا الصواريخ الباليستية والنشاطات الأخرى التي تحدثت عنها. وأعتقد أنه من دون حديث عن دور إيران الخبيث في تمويل المجموعات الإرهابية والمسلحة في المنطقة لفرض إرادتها بالقوة
على دول أخرى لن نحرز تقدما، وأنا حقيقة أمل أن إدارة بايدن سوف تتخذ ذلك بعين الاعتبار عندما تضع سياستها في المنطقة، وأنا أعتقد أنها سوف تفعل ذلك حقيقة. شكرا السيد ريكسلر. دورك لطرح سؤالين، تفضل. أود أن أعود إلى ما تحدث عنه معالي الوزير حول الولايات المتحدة. بطبيعة الحال العلاقة السعودية الأمريكية تعود إلى إدارة روزفلت، وهناك أسس قوية جدا خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي، والسعودية لديها علاقة قوية جدا مع إدارة السيد ترامب، ولكن هذه العلاقة استمرت رغم الحرب في اليمن والكثير من الأحداث الأخرى. ولكن رئيس المنتخب بايدن تحدث بعبارات مقلقة عن السعودية، والأمس في الحوار هنا السيد ميرفي تحدث عن نفسه بأنه المنتقد في مجلس الشيوخ للسعودية، وقال إن هناك مقاربة جديدة مع إدارة بايدن لكي يكون هناك تقدما في الملف اليمني وحقوق الإنسان. ما موقف السعودية وكيف تفكر أن تتعامل مع إدارة بايدن منذ البداية، وما هي توقعاتكم للسنوات الأربع المقبلة؟ مقاربتنا سوف تكون نفسها. نحن لطالما تعاملنا مع كل إدارة جديدة بموقف إيجابي استنادا إلى هذه العوامل التي ذكرتها، أننا لدينا علاقات ثنائية قوية جدا عمرها أكثر من 70 عاما، عدد بالفائدة للدولتين وعززت أمن المنطقة والعالم، ونعتقد أن هذه القيمة سوف تكون واضحة لأي إدارة تراجع القضايا في المنطقة. وأعتقد أنه سوف يكون لدينا حوار قوي وإيجابي. ذكرتم ما قاله السفير ميرفي بشأن اليمن مثلا، وإدارة بايدن سوف تجد أننا لدينا مقاربة إيجابية في اليمن، وأعلننا وقف إطلاق نار منذ فترة، وتعاوننا مع المبعوث الخاص بشكل قوي لكي نسهل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم من كل الأطراف. ولكن الحوثيين يترددون بالامتثال إلى ذلك، ووضعوا مطالب غير منطقية لم تتمكن الحكومة في اليمن من قبولها، وهم لم يضعوا أرضية للذهاب إلى مسيرة سياسية. نحن نود أن نرى حلا للنزاع في اليمن، ونعمل جاهدين مع الإدارة الجديدة لتحقيق ذلك كما فعلنا مع إدارة ترامب منذ البداية، والتي كانت تسعى إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن، ولن يكون هناك خلافات كثيرة بيننا وبين إدارة بايدن حول هذه المسألة. أعتقد أن التواصل سوف يكون إيجابياً، ربما لن يكون هناك تماشياً تاماً دوماً، قد يكون هناك خلافات في بعض الملفات، وهذا طبيعي لطالما كان هذا الحال، وهذا طبيعي بين كل الشركاء، ولكن من خلال التواصل والحوار يمكن أن نتوصل إلى أرضية مشتركة لكي نعمل مع بعضنا البعض، لأننا ملتزمون تجاه تحقيق الاستقرار والسلم في المنطقة، وتجاه أسرة دولية تعمل مع بعضنا البعض لسيادة البلاد. وكل هذه أمور تجمعنا أكثر من أن تفرقنا، وأنا على ثقة أننا سوف نتمكن من العمل بشكل جيد مع إدارة بايدن الجديدة. معالي الوزير، كنت أود أن أسمع رأيكم حول اتفاقات أبراهام بعد بضعة أشهر، وأيضا تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين.
النشاطات الأخيرة لإسرائيل في العراق أو على الأقل الاشتباه أو الادعاءات بأن إسرائيل شاركت في عمليات اغتيال في إيران فأدى إلى مخاوف تجاه تحقيق السلام في المنطقة، فما موقفكم في هذا المجال؟ لا أرى الرابط بين هذه الاتفاقات وما ما قد فعلته أو لم تفعله إسرائيل، وإيران تشكل تهديدا للمنطقة، وأعتقد أن هذه التصرفات سوف تكون بغض النظر عن أي اتفاقات توقعها إسرائيل مع دول المنطقة. إذن لا أرى رابط بين الأمرين، أرى أن هذه خطوة هامة باتجاه إحلال السلام في المنطقة، وأن أدى ذلك مثلا إلى تعليق ضم الأراضي، ويمكن أن نراها على أنها خطوات في الاتجاه الصحيح، طالما أننا قادرين على استخدام هذه الاتفاقات للمضي قدما في حوار متجدد بين الفلسطينيين والإسرائيليين لحل هذا النزاع بطريقة عادلة ومنصفة للفلسطينيين، ولكي يكون هناك دولة سيدة بحسب اتفاقات 2002، وأعتقد أن هذا هو المجال الذي يجب أن نركز أساساً عليه. استكمالاً لهذه المسألة، هناك الكثير من الحديث في واشنطن حول إدارة ترامب المنتهية ولايتها وإمكانية توقيع السعودية اتفاقا ضمن اتفاقات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهناك تقارير حول اجتماع سري، وأنتم نفيتم مثل هذا أو حدوث مثل هذا الاجتماع السري، ولكن رغم ذلك السعودية لعبت دورا بناء في اتفاقات أبراهام رغم أنها لم تنضم إليها حتى الآن. في أي ظروف تتخيل السعودية تنضم إلى اتفاقات أبراهام وتطبع العلاقات مع إسرائيل؟ To put normalization with Israel on the table, not in 2002 with our peace plan actually, but in 2008 and 1982. كان هناك مبادرة. And we still have that same vision. We ومنذ ذلك الحين لدينا الرؤية نفسها، ولدينا رؤية بأن تصبح إسرائيل لديها علاقة طبيعية مع جيرانها في المنطقة، وأن هذه العلاقة تسهم في استقرار وازدهار المنطقة. ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يكون هناك دولة فلسطينية تتمتع بكرامتها وبسيادة مقبولة للفلسطينيين. وفي هذا الصدد أعتقد أن خطة السلام العربية لعام 2002 تضع أرضية قوية، لذلك بطبيعة الحال يجب التفاوض على هذه المسألة. الأهم هو أن نعيد الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق منصف. تابعنا هذه هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي إذن، وكل هذه الأسئلة التي طرحت عليه، بعض من هذه الأسئلة المهمة التي طرحت على وزير الخارجية السعودي هي عن العلاقة مع إيران وعن الرؤية السعودية ربما للقيادة الأمريكية المقبلة تحت إدارة بايدن، وكيف سيتم التعامل مع الملف الإيراني. تحدث وزير الخارجية السعودي بأنه على إدارة بايدن أن تأخذ بعين الاعتبار مخططات إيران المزعزعة على الاستقرار في المنطقة، وتحدث ربما عن وجود مقاربة جديدة في الملف الإيراني، ولكن يجب على إدارة بايدن أن تتخذ الحذر. وتحدث أيضا عن سئل عن ملفات عديدة وزير الخارجية السعودي، سئل عن اتفاقية أبراهام أيضا، وتحدث عن اتفاقيات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه يجب على الجانب
الجانب الفلسطيني والإسرائيلي العودة إلى طاولة المفاوضات قبل أن تنظر السعودية ربما مستقبلا بالانضمام إلى اتفاقية أبراهام؟ تحدث أيضا عن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، وهو تحدث عن توافق بالرؤى بين السعودية وإدارة بايدن في هذا الملف. إذن الكثير من النقاط المهمة التي تم الحديث عنها في هذا النقاش الذي كان وزير الخارجية السعودي يتحدث عنه. أيضا سئل وزير الخارجية السعودي عن دور إيران في المنطقة وعن التعاطي السعودي، وذكر بأنه هناك دور إيراني خبيث في دعم الجماعات المسلحة، ويجب على الإدارة الأمريكية الجديدة أخذ الحذر في هذا الملف كما ذكرت مسبقا. إذن في هذا التلخيص لهذا النقاش الذي استمعنا له لوزير الخارجية السعودي. أيضا فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والاتفاقيات أبراهام التي تحدث فيها عن التطبيع بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، تحدث بأنه السلام في المنطقة يأتي أولا، ولكن بعد اتفاقيات السلام أو العودة إلى طاولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. إذن كانت هذه هي أهم النقاط التي تحدثنا فيها أو استمعنا إليها من وزير الخارجية السعودي في هذا النقاش. في نهاية هذه الحلقة من الرابط يجب علي أن أشكر ضيوفي من الخرطوم عبر الأقمار الصناعية الدكتور محمد الناير الأكاديمي والخبير الاقتصادي والأستاذ المشارك في جامعة الخرطوم، وأشكر ضيفي من الخرطوم أيضا عبر الأقمار الصناعية السيد جعفر حسن عثمان عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. أعتذر منكم لعدم استكمال هذا النقاش، ولكن بالتأكيد سنلقي الضوء على الموضوع السوداني بنواحيه السياسية والاقتصادية في حلقات مقبلة من الرابط. أشكركم، إذن شكرا جزيلا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.